هذه الروايات تبين لنا على أن جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خاطبه في المرة الأولى اقرأ لم يبين له كتابا، وفي المرة الثانية لم يظهر له كتابا، وفي المرة الثالثة لم يظهر له شيئا مقروءا، لكن في المرة الرابعة وهذا الذي نجهله أن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام بيّن لرسول الله كتابا مكتوبا عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والدليل على ذلك أن الرسول عليه السلام لما انتهى هذا المشهد قال الراوي فرجع بها يرجف في فؤاده. رجع بمن؟ رجع بالكتاب. هذا الكتاب كيف هو وما حجتنا في ذلك؟ روى محمد بن إسحاق عن عمر الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، بنمط من ديباج فيه كتاب. انظر البداية والنهاية، النمط هو الثياب المصبوغ، والديباج نوع من الثياب المزين، والدبج هو النقش والتزيين. وفي رواية الحافظ بن عساكر قال فأجلسه أي جبريل على بساط كهيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه وهيئته كهيئة اللؤلؤ والياقوت، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ ما في هذه الصحيفة. والدرنوك هو منديل صغير منقوش ومزخرف على هيئة الزربية الصغيرة، وكان العرب يسمونها التنفسة أو النمرقة. وفي رواية ابن إسحاق عن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأتها، أي قرأت ما على التنفسة، ثم انتهى أي جبريل وانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتب في قلبي كتابا. وهذا دل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نائم حتى لا يفزع، حتى لا يصاب بالفزع. فقد روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة عن علقمة بن قيس أنه قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كتابة الآيات الأولى من سورة العلق. هذا المشهد الله تبارك وتعالى صوره تصويرا واضحا في قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى، فشديد القوى هو جبريل، وذو مرة، ذو مرة أي ذو قوة نورانية ملائكية فاستوى. معنى استوى يعني استوى علم رسول الله بالعلوم كلها كتابة وخطا وحسابة وحسابا وشريعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول له في سورة النساء وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأصبحت أسرار العلوم طوع لسانه وطوع بنانه وطوع قلبه. وحتى نعرف معنى قول الله تعالى فاستوى، يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ أي استوى له ما في السماوات وما في الأرض، واستقام الكل على مراده وبتسويته جل وعلا.
وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي استوى كل شيء إليه، فلا شيء أقرب إليه من شيء ولا شيء أبعد منه من شيء، أي لا سماء أقرب إليه من سماء ولا سماء أبعد منه من سماء. فكذلك لما علم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استوى علمه، فلا علم أقرب إليه من علم ولا علم أبعد منه من علم، فالعلوم أصبحت عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء. أيها الإخوة الكرام، بقيت حجة للذين يصفون النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهل القراءة والكتابة، وهو ما حدث في صلح الحديبية. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصالح الكفار والمشركين قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. والحديث أخرجه البخاري وعبد الرزاق وأحمد، وانظر زاد المعاد. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. إذن فرسول الله أقسم، وإذا أقسم لا بد أن يبر بقسمه. لكن الروايات ماذا تقول؟ تقول بأنه لما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قد سهل لكم من أمركم. فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الكاتب، فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والكاتب هنا مجهول، لكن سهيل بن عمرو رفض وقال: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، يعني في الجاهلية. فالمسلمون قالوا: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل وقال للكاتب: اكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للكاتب المجهول: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه السلام: إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ثم كتب الكاتب الكتاب حتى انتهى. هذه الرواية في زاد المعاد وهي الصحيحة. لكن بعض مفسري القرآن الكريم مثل القرطبي في كتابه الجامع لإحكام القرآن، ومثل الخازن في لباب التأويل، قال بأن الكاتب كان هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن علي بن أبي طالب هو الذي رفض. ففي المرة الأولى قال: أبى علي أن يمحو بيده محمد رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعرضه علي. فلما عرضه محاه، ثم كتب ما قال. وفي رواية الخازن في تفسيره أن الإمام علي رضي الله عنه قال: والله لا أمحوك أبدا، والله لا أمحو اسمك، يعني محمد رسول الله. فالرسول يقسم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. والإمام علي يقسم بالله أن لا يمحو رسول الله اسم رسول الله من الصحيفة. هذا لا يليق بالإمام علي. ولذلك فهذه الروايات التي أوردها المفسرون تندرج ضمن الصراع المشبوه بين السنة والشيعة، وهذا الصراع لا يهمنا، لأننا بإذن الله تعالى وبتوفيقه التابعون بإحسان للمهاجرين والأنصار، اللهم اجعلنا منهم. اللهم صل وسلم وبارك على
من علمته أسرار العلوم فأصبحت عنده سواء بحق قولك إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.